فاطمة السعيدي من أم العرايس، العمر نتاعي 67 سنة، أول بابا أول مناضل في أم العرايس، وخويا مقاوم فهمت. لين احنا هذوما 10 من الناس دخلنا في ضرب جوع 11 يوم. جانا المعتمد، اسكت، جانا المعتمد وقالنا حلوا الاضراب، وقلنا له لا، نحنا راه ما عادش فينا. من بعد جانا وكيل الجمهوريه، وقت جا له وكيل الجمهوريه وقف قدامي انا وقال لي احسبني ولدك، حل الاضراب. حلينا الاضراب من هاك العهد ما جانا حتى حد. بالنسبه لنا نحنا اظام الجماع الكل رانا تحت الملطف، طالبين الخدمه، طالبين الشغل. اظام ايتام، لا الاغلبيه ايتام، والاغلبيه عندهم صغار، هام حذايا منهم 4 عندهم صغار فهمت، شبان عندهم صغار ما لاقين شيء. وبجنبي منه هذايا اللي معلق العلم ايتيم من الام والبي، باهي نحن رانا طالبين الشغل. وضعيتي راهي خاصة بالنسبة لي، أنا ضمن المجموعة هذه الكل، مانيش فرزة روحي. أما باش نحكي على وضعية ولدي معاه، أنه جاء في الكوبانية المرة الأولى وتنحى، ومعاه هذايا الوليد اسمه حسين، جاوا في الكوبانية وتنحوا في مناظرة 2011، وزاد جاء في البيئة وتنحى، وجيت مع المجموعة هذه عملت معاهم إضراب جوع نهار 11، تعرف وصلت أني طاح لي السكر 0.5 وطاح لي الدم 6، عطاني الطبيب قال لي حالتك راه ما عادش فيها. يا مسؤولين، يا حكومه، من نفضلكم اسمعونا، الله يخليكم اسمعونا. سي محمد الله يفرحوا جابلنا هذه باش تسمعنا، لانه حاسبين وحاسب مشكلتنا. الله يخليكم، المره الجايه راهو صدقوني لمن اسمعني باش نعمل اضراب جوع وحشي ونسكر فمي، وخلي نموت وخلي ترجع ثوره جديده. عندنا بلاغ نتاع وعد حكومه منذ 15 جويلية ما تنفذش، هو موجود فهمتني للحالات الاجتماعية. عندنا 14 فرد ضربنا اضراب جوع وحشي الا ما جاء رئيس الحكومة حلو فهمتني. عندنا ماش طالبين حتى شيء، 14 فرد باش نخدم، هذا اللي طالبينه نحن. والبيان اللي خرجته، هذا البيان تاع وعد الحكومة 14 جويلية، وين هو؟ هذا اللي حاشتنا به. وعندنا 14 واحد رانا مازلنا باش ندخلوا في الاضراب جوع الى الموت، لين تتصفى وضعيتنا. هذا هو اللي طالبينه نحن. قاعد نزبدوا بالتقرير.